وإلى عالم الموسيقى. فعندما يطلق الموسيقار الكبير زياد الرحباني على إحدى مقطوعاته الموسيقية اسم دبكة نزار سيف وترس، هالشي بخلينا ندور أكثر عن شخص هيدا المبدع يلي أطلق الرحباني هيدا الاسم عليه، لنشوفه بأحضان الفرقة السيمفونية الوطنية، مدرس بالمعهد العالي للموسيقى، بيصدح ألقه بآلته الترومبيت. هو العازف السوري العالمي نزار عمران يلي بدنا نرحب فيه معنا اليوم بدار الأسد للثقافة والفنون بصباحنا. غير صباح الخير استاذ نزار، واهلا وسهلا صباح فيك. الخيرات، يسعد صباحك واهلا يسعد وسهلا صباحك. فيك على شاشة الإخبارية السورية. شكرا لكم على الاستضافة، وبالحقيقة يعني انا هلا يعني سعيد انه كان هيك التقديم، لانه هاي القطعة في لها قصة، في لها حكاية. انا يعني هلا خبرتوني انه هيك راح نبلش يعني. خلينا نسمع لها صحيح، هلا القصة هذه هي القطعة، هي رأسة المزمار اساسا كانت هي عملها زياد لفرقه فهد العبد الله تبع الدبكه. نعم. وهي كانت قديمه، كان يحطوها احيانا لما يكون في شيء مهرجان بصرة او شيء. كانت موسيقى معروفه بسوريا بالثمانينات. لما صرت اشتغل انا وزياد وشاف شغلي بالشرقي كيف، قال لي نزار في هاي القطعه انا حابك تعزفها على الترومبيت. فلما سمعها حبها كثير، فصارت هي من حوالي سنتين او 3 سنين، اخر فتره اخر جوله عملناها معه، صارت هي يعني مقطوعه اساسيه بكل الحفلات. وصار دائما انه هي القطعه كمان بدنا قطعه نزار سيف وترس، نزار سيف وترس، نزار سيف وترس. فصارت قطعه نزار يعني. قال لي والله مشيت وراح نسجلها ترومبيت ان شاء الله باسمك. باسمي اي نزار، يعني هي بين انه يعني هيك صارت متعارف انه يلا حطوا، هلا بنحط قطعه نزار سيف وترس. فينا نسمع دبكة نزار جزء منها؟ هيك نزار كمان نزار نزار سيف وترس. والله هي الدبكة يعني راح تسمعوا 50% من الجو، بس انه اللحن ان شاء الله يتذكروا الناس، لانه اللحن كان. خلينا نقرب المايك اذا تريد استاذ نزار، نحن يمكن مش الحال. تمام. يا لكن هيك منيح بتخيل صار الصوت. نعم. الثيمة الأساسية هي كان يعزفها المزمار زورنا. ايه زورنا. بعدين صارت ترومبيت وصارت هيك يعني بالدائرة، انه قصة نزار سيف وترس، دبكة نزار صارت. طيب نزار، خلينا نحكي معك عن أهم يمكن المشاركات والحفلات اللي كنت مشارك فيها. السنة الصيف كان حافل. شو بدي أعدل لك لعدل لي؟ ايه كنت يعني غالبا برا سوريا. عملت جولتين بأوروبا، عملت عدة حفلات بألمانيا بناء على دعوة مهرجانات، وافتتحت مهرجان ببروكسل ببلجيكا، مهرجان بروزيلا، مهرجان عالمي. في قسمين، قسم فولك ميوزك وقسم جاز ميوزك. أنا كنت عم افتتح الفولك ميوزك وعملت حفل مميز جدا. وهلا في دعوات اجتني كمان للسنه لكون بالمانيا، اجتني حفلتين هلا ب 21 و 22/6 بمهرجان. نعم. كمان عالمي كبير. نعم استاذ نزار، كمان يمكن عم تحضر للسنه الثالثه على التوالي للمشاركه بالمهرجان العزف المنفرد هون بدار الاوبرا. خلينا نحكي يمكن بعد اسم الله على هالنجاحات يلي حققتها، مثل ما ذكرت من شوي، وهالجوله الجولات العالميه يلي قمت فيها، اكيد للدار لها خصوصيه عندك، ويمكن لحفلتك الخاصه رح يكون في لها شيء مميز. خلينا نحكي عن يمكن حفلتك الجاية. صحيح، أنا هاي السنة الثالثة اللي بشارك فيها
من لما تم يعني افتتاح مهرجان العزف المنفرد، وأنا مواظب على المشاركة ومصر على المشاركة بالرغم من عدم التفرغ يعني. بس السنة مفرغ لأنه اخترت برنامج صعب كتير يعني كتير كتير قد ما أحكي لك، صعب صعب كتير. نعم. طيب رح نشوف، بدي احكي لك عنه. تفضل. بس انا هيك بحب اكسر الجو شوي. ففي معي طبعا الدكتوره مجد سليمان على البيانو. البرنامج هو اللي كنت انا مختار انه يكون يعني بنسبه 90% منه كلاسيك. حاليا في بجوز يصير في شويه كسر بالبرنامج لانه في ناس من الاصدقاء والمتابعين انه لا لازم يكون في شرقي، يضل انه لاي جانب الشرقي ما هذا الحق يعني. السنه كنت انا مقرر انه يكون البرنامج كله بغالبيته كلاسيك. بس شكلي راح تعمل شيء مختلف هي العام. راح اعمل شيء مختلف يعني كنت المختلف انه كلاسيك، بس انا راح ارجع انه لازم احط يعني قسم شرقي بال يعني يعني اغني للشرقي اكثر بالبرنامج. نزار رح نشوف مع بعض مقتطفات من حفلاتك والمشاركات بالفعاليات اللي شاركت فيها والحفلات اللي شاركت فيها مع مشاهدينا. خلونا نتابع. أستاذ نزار، خلينا ننتقل ونروح على المعهد العالي للموسيقى ونحكي عن تدريس آلة الترومبيت، وخلينا نحكي عن علاقتك بطلابك أو علاقتك مع أي حدا يمكن حابب يتعلم على آلة الترومبيت. يعني إحنا بنعرف قد بتعني لك هي الآلة وقديش هي يمكن بدها مجهود وبدها إبداع داخلي. هذا الشعور أو هذا الإبداع أو هي الأكاديمية الصح بي 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 يمكن العزف على آلة الترومبيت، كيف تنقلها لطلابك؟ بلشت أنا بتدريس، كنت أول ما تخرجت بال2000 كنت مدرس مساعد مع الخبير الروسي فاليري لوبانوف. بعدين كنت مساعد مع الخبير الروسي فاليري أوتكن. لما سافروا الخبراء بسبب الحرب يعني أنا تصديت لهي المهمة الصعبة. ومن 2010 انا مدرس بالاول 2011 انا مدرس اساسي بالمعهد العالي للموسيقى لآلة الترومبيت. خرجت مجموعه من الطلاب المتميزين، وكان في عندي مجموعه من الطلاب المتميزين ما قدرت اتخرجهم بسبب سفرهم. بس سفرهم عمل حاله جميله باوروبا، يعني في عندي طلاب باوروبا حاليا يعني عاملين كثير يعني صدمه ايجابيه انه في هذا المستوى العالي من الاداء. وهذا كمان احد الاسباب اللي خلى الالمان يسالوا عني عن استاذهم للطلاب. يعني هون كان كمان في سبب انه انت مين استاذك، بيسالوا بعدين بيتواصلوا. المميز باسلوب تدريسي للاله انه انا بدرس الطلاب ما يبذلوا جهد بالعزف. وتكون نفختهم صحيه، ما في اي مجهود، ما بعرف اذا انتبهتوا. فيعني بتطلع صوت الترومبيت هو صوت اله موسيقيه مثل الفلوت مثل اي اله، يعني نفس كميه الجهد. هذا الشيء اللي انا بخص طلابي وبخص الاسلوب اللي انا بدرس فيه، هو اسلوب لطيف وصحي وما بيحتاج لاي جهد، وهذا بيخليني انا دائما
اني اكون يعني متوجه لاني درس اطفال بسن صغير. فبلش مع الاطفال بسن 8 سنين 9 سنين وبلشوا، فصار عندي هلا مجموعه اطفال عم اشتغل معهم وراح يصيروا يعني لهم شأن جيد بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. قديش حلو لما تشوف يمكن خبرتك تترجم من خلال طلابك على ارض الواقع، هن يمكن عم ينقلوا كمان هيدا المجهود الكبير لبرا، هي الطريقه الخاصه والمميزه للتدريس، الاسلوب الخاص لك لما تشوفه على ارض الواقع عم ترجموه طلابك، قديش حلو اليوم. يعني هذا الشيء هو اللي بيعطي معنى لانه رسالتنا بالحياه قديش نحن يعني قادرين نكون يعني حقيقيين مع الشيء اللي بنحلم نكون عم نساويه. نعم. يعني كل انسان بيتمنى يكون يخلد بعد مماته باشياء معينه، فالطلاب انهم شيء من الشيء اللي الناس تتذكره لفترات طويله انه هذا الاسلوب. حلو لما تقول انه يسالوا مين مدرس الطلاب بالمانيا انه الاستاذ نزار بدنا اياه يكون معنا كمان بحفل عالمي بالمانيا، كثير حلو يكون هيدا الشيء خصوصا ضمن الظروف الاستثنائيه اللي عم تعيشها البلد، عازف سوري عم يحيي حفلات عالميه اليوم. بالضبط، ورسالته انه سوريا ما زالت بلد يعني قابل للحياه، يعني انه بروح وبرجع وبروح وبرجع لانه نحن انا موجود يعني موجودين و و و وسنبقى يعني أكيد. في هذا البلد، ويعني هاي الرساله اللي بتترجم على بالشكل العملي اكثر ما هو يعني شعر. فانا بسافر ومرحب فيني باوروبا وبرجع يعني وبروح وبرجع، ومرحب فيني اتعاقد معهم كمان على فكره في مشروع تعاقد لدرس بألمانيا، بس أنه أنا موجود هنا. نعم أكيد، هاي المحبة ويمكن هذا الإبداع يلي اليوم عم نشوفه ويمكن عم يترجم من ضمن ومن خلال حفلاتك ومن خلال تدريسك لطلابك، أكيد نحن كثير فخورين فيك، كثير بنتشكرك وناطرين مشاركتك بمهرجان العزف المنفرد يلي رح يكون بدار الأسد للثقافة والفنون، وناطرين كل جديدك أكيد وموفق يا رب. شكرا للاستضافة وبشكرك وبشكر الأخبار السورية وشكرا لكم لاهتمامكم. اكيد بدنا نتشكرك الفنان نزار سيف على وجودك معنا وبتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك.